11 ساعه التلفزيون من 2011، وحنا كنحاولوا نشتغلوا في الجانب ديال التبرع بالدم وثقافه التبرع بالدم وغيرها. كانت بعض اللحظات اللي اشتغلنا فيها وحاولنا هذا، لكن جات واحد اللحظات اللي هي كانت شويه اقل انتاجا واقل التزاما، لكن جاء الوقت انه يكون هاد الافكار اللي راه عندنا تحول الى مشاريع حقيقيه. ف مع الدكتور شوقي كان عندنا معاه واحد اللقاءات هاد الاسابيع اللي كانت فاتت في الكليه، ومن حسن الحظ ان على راس الكليه الان واحد السيد واحد العميد اللي هو عميد متميز، يعني من الاساتذه الباحثين المتميزين في الميدان ديال الصحه. وكان لقاءات مع الاخوان في المندوبيه ديال وزاره الصحه، وخرجوا عده افكار عده مشاريع اللي هي مهمه جدا، ومنها قضيه ديال الدم، منها قضيه ديال الدم، لان السيد العميد يشتغل على هذا، يعني على هذه المسائل هذه. فربما الله سبحانه وتعالى كيدير واحد الاسباب كتجمع في شي امور في واحد اللحظه. فان شاء الله تعالى الكليه فيها تقريبا 14000 طالب، عدد كبير جدا، 14000 طالب اللي كيبقاو يمشيو يتجمعوا ما بين الكليه ديال العرايش وديك الملحقه ديال القصر الكبير، وكلهم شباب، فيهم الناس اللي هما اقل شبابا الى جاز هذا المصطلح، لكن كلهم الناس اللي هما عندهم اقل من تقريبا 30 سنه، يعني هما ناس اللي هما بوتونسيالمون خصهم يكون عندهم الثقافه ديال التبرع، يكونوا ناس اللي ممكن يتحولوا الى متبرعين منتظمين بحكم السن ديالهم، بحكم الوعي ديالهم. خصنا غير نخدموا على هاد على هاد على هاد على هاد يعني ندخلوا لهم هاد الثقافه في السلوك ديالهم.